قد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه جعل الاختلاف بين الخلق ابتلاء منه وامتحانا، جعله سنة كونية قدرية، فقال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة أي على طريقة وملة ومنهاج واحد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالله عز وجل قسم الناس إلى قسمين: أهل اختلاف وأهل رحمة. أهل اختلاف وأهل رحمة، ولا يزالون مختلفين، أي أن هذه السنة القدرية لا تزال ماضية في الخلق. من كان قبل محمد عليه الصلاة والسلام أمته، ومن جاء أيضا بعد القرون، قرن محمد والقرن الذي بعده إلى أن تقوم الساعة، هذه السنة الكونية القدرية ماضية فيهم. فإذا كان الأمر كذلك فإن السعيد هو الذي لزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، ولذلك تجد أن أئمة السنة في هذا العصر، ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز، ومنهم الإمام المحقق المحدث الشيخ ناصر الألباني، ومنهم أيضا الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح تميمي رحمه الله الجميع، دائما يدندنون حول كلمة المنهاج. والغريبة أن من لم يتربى على هذا
على السبيل والسنة إذا سمع كلمة المنهاج ضاق صدره، لا يريد أن يسمع كلمة المنهاج، لماذا؟ لأن هذه الكلمة تخالف كل ما أسس عليه دينه، كل ما أسس عليه دينه هذه الكلمة تخالفه وهو لا يريدها، ولذلك تجدهم ينكرون. وش المنهج؟ قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله عز وجل فاقشعر جلده من خشية الله، إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. إذن ماذا قال؟ أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. إذن الأنبياء لهم منهاج، المسألة ليست متروكة، كل من أراد عبد الله على هواه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.